أخبار النادي الأهلي، والبداية من عند المدير الفني مارسيل كولر. المدير الفني مارسيل كولر النادي الأهلي كثف جلساته مع لاعبي الفريق لشرح أخطائهم في المباراة اللي فاتت، وأخيرا كان لقاء غزل المحلة بالدوري من أجل تلافيها في الفترة المقبلة، وتحديدا أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر المقبل 10 إبريل، اللي بيمتلك طبعا فريق بيراميدز عناصر قادرة على صنع الفوارق في أي وقت في مباراة كبيرة جدا بين الأهلي وبيراميدز يوم الاثنين المقبل. وحصل مارسيل كولر المدير الفني من محلل الأداء على ملخص لأداء بيراميدز في المباريات الماضية في بطولة الدوري المحلي وكمان الكونفدرالية للتعرف على نقاط القوة والضعف، ويمكن كولر دايما بيبقى حريص جدا على متابعة مفاتيح اللعب لبيراميدز، وخصوصا كمان خطوط طرفين الملعب المتعبين جدا بالنسبة لبيراميدز، وهم دول أكتر ناس بيصنعوا الفوارق، وده كمان هيكون لي وقت كبير جدا في المحاضرات والجلسات اللي هيعقدها معهم خصوصا مع اللاعبين على مدار الأيام المقبلة للغلق على مفاتيح اللعب عند بيراميدز. ونروح لمحمود متولي المدافع المهم جدا للنادي الأهلي، اللي منتظر أن يحدد الجهاز الفني في الساعات القادمة موقفه من المشاركة في مباراة بيراميدز، ويخضع متولي لكشف طبي هيتم حسمه من خلال مشاركته في مباراة بيراميدز من عدمها، ويحاول الجهاز الفني للأهلي تجهيز متولي لمباراة الفريق المقبلة كونه أحد العناصر الهامة في دفاع الأهلي. يعود محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي لقيادة الجبهة اليمنى لفريقه أمام بيراميدز، وغاب محمد هاني عن المشاركة الأساسية في مباراة غزل المحلة، وشارك بديلا منه خالد عبد الفتاح في ظل رغبة الجهاز الفني في تطبيق سياسة التدوير بين كل اللاعبين، فيما شارك هاني كبديل قبل نهاية المباراة الماضية.